أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم تقبيل الكتف؟ هل يدخل ضمن تقبيل اليد بأن يكون للوالد أو العالم أو صاحب الشأن؟ ما ورد تقبيل الكتف، إنما ورد تقبيل اليد والجبهة والرأس، هذا الذي ورد، هذه المواضع التي ورد تقبيلها. تقبيل الكتف هذا مثل تقبيل الركبة اللي مر من قريب. نعم.